يعني قبل ما تشتغل في الجهاز الحاجات دي سليمة، وأول ما هتشتغل في الجهاز وفي خطأ هتعمله الحاجات دي كلها هتتلف معاك. إيه هو الخطأ؟ نركز الأول كده. شايف الآي سي ده؟ السلام عليكم. طبعا انت مستغرب من عنوان الفيديو، بس اللي هتستغرب له اكتر اللي هتشوفه بعينك وهتفهمه من خلال الفيديو. هنتكلم عن اهم واشهر الاعطال اللي ممكن تقابلنا، او هي حرفيا بتقابلنا في كل مرة بنيجي نشتغل فيها ولكن ما بنبقاش واخدين بالنا منها، وبسبب الاعطال دي الجهاز بيترمي. يعني ممكن جهاز زي ده يكون فيه عطل خفيف. هبسطها لك، يعني احنا مش هنروح لبعيد. ده ريسيفر اتش دي ميني، تمام؟ دي عينة من الأجهزة اللي أنا عارف ومتأكد مرمي عندك في الدرج مش عارف تعمل فيه أي حاجة. شاف يا صديقي هنا مكان الآي سي الاس 8035، وده طبعا الآي سي الشهير اللي كلنا عارفينه. الجهاز ده بكل بساطة كان عايز يغير آي سي إشارة. موضوع سهل هو بسيط. طيب هنا آي سي الإشارة موجود فين؟ موجود في المنطقة دي. هتيجي تقول لي يعني يا عم عاشور جاي تكلمني علشان أخلي بالي وأنا برفع الآي سي من الأطراف لا تتقطع أو من المقاومات لا تطير مني بالهوت؟ هقول لك لا خالص، لأن الكلام ده كنا اتكلمنا فيه قبل كده وأكيد أنت عارف حاجة زي دي. بس أنا جاي أكلمك على حاجة ممكن ما تخطرش على بالك. إحنا هنرتب الأخطاء خطأ تلو الآخر علشان نخلي بالنا ونحذر من المشاكل دي. ركز بس انت يا صديقي في الفيديو وما تستعجلش، هو كده كده الفيديو مش طويل. شاف يا صديقي الملف ده او ده اللي موجود بكثره في الاجهزه الالكترونيه، حتى بورد الشاشات ال LED، بورد الحديثه يعني. طبعا انا عارف ومتاكد ان حضرتك ما غيرتوش قبل كده، او بمعنى اصح كل اللي انت تعرفه عنه ان لما تيجي تفحصه من الاطراف بتاعته على الافوميتر هيدي لك صفاره، لانه هو عباره عن ملف نحاس معزول والكلام ده كله. أنا معاك يا صديقي، والله وعاذر حضرتك في الحتة دي، لأن هو فعلا الكلام ده حقيقي. لما بتيجي تفحصه المفروض يديلك صفارة، بس هل معنى إنه بيديلك صفارة يبقى هو سليم؟ لا. طيب إزاي؟ ما هو أصلا لازم يديني صفارة. هقول لك ركز، ذكائك وفطنتك في المجال هم اللي هيقدروا يحددوا إذا كان هو تالف أم غير تالف. ما تتلخبطش، هجيبها لك واحدة واحدة. خلي الجملة دي على جنب كده وخليك فاكرها كويس جدا جدا علشان هنرجع لها كمان شوية يا صديقي. انا مش هقولك ان المعدات بتاعتك في الصيانة هي كل شيء، لان بكل بساطة شايف انا جايب لك بوردة ما فيهاش الاي سي. ليه؟ نركز مع بعض كده في مكان الاي سي. شايف الاي سي مرفوع بدون اي مشاكل وبدون اي ضرر للعناصر الالكترونية الموجودة جنب منه. طيب هل ده انا جايبه كده من فراغ؟ مستحيل هقدر اطلع الاداء ده بمكوة اللحام العادية. فهنا في خطأ، وهو استخدام مكوة اللحام العادية في استخراج ورفع العناصر الالكترونية السطحية. ما هو الجهاز اللي حضرتك شايفه في ايديا ده 95% من العناصر والمكونات اللي فيه موجودة على البوردة من نوع SMD، موجودة بشكل سطحي طبع على البوردة، يعني من الاخر ملهاش اطراف من الناحية التانية زي الاي سي والملف وغيره من العناصر الالكترونية اللي موجودة على البوردة. طبعا اختلاف المكثف ده او مداخل اليو اس بي دول وغيرهم من العناصر موجودين على البوردة بشكل عادي، ليهم اطراف من خلف البوردة. طيب هو ده اللي انا جاي اتكلم عنه ولا في حاجة تانية؟ لا، في كتير جدا، بس انت ركز معايا، ده انا هدي لك معلومات مش خسارة فيك والله، كله عشان خاطر عيونكم. اهم نقطة حبيت اوصلها لك انا بس، وهي ان المعدات هي كل شيء. ما هو مش هنجيب الشخص الصح ونحطه في المكان الغلط ونقول له ورينا نفسك، لا، احنا نحطه في المكان الصح وهو هيظهر لوحده. فبالتالي خدها قاعدة اساسية، معدات الصيانة هي اساس شغلك يا صديقي. طيب ايه كمان؟ الصبر يا صديقي. لما نبص من شوية كده ممكن يكون في واحد قبل منك ما استحملش ومصبرش وما كملش الفيديو للنهاية، مش مشكلة، براحته، هو حر، بس هو خسر المعلومات اللي هيستلمها كمان شوية. في نفس الوقت الرسالة اللي انا عايز اوصلها لك انك ما تملش، ممكن تلاقي عطل بيغلبك شوية فما تزهقش وما تيأسش منه، لا كمل وعافر وخليك وراه وذاكر كويس، وما تزعلش لو النهاردة الجهاز ما تصلحش، هيتصلح في ايدك بكرة، ودي حاجة كلنا جربناها. نيجي مثلا لحاجة تانية. شايف يا صديقي الملف ده اللي احنا كنا اتكلمنا عنه في بداية الفيديو؟ طيب وشايف المكثف ده
ده اسمه مكثف كيميائي. طيب هل لما يجيني عطل في البوردة دي، عطل في الجهاز ده مثلا، وقبل ما انا امسك الجهاز واشتغل فيه، انا يعني عندك، انا بقول لك اهو عندك الملفات دي سليمة والمكثفات اللي من النوع ده كلها سليمة، يعني قبل ما تشتغل في الجهاز الحاجات دي سليمة، واول ما هتشتغل في الجهاز وفي خطأ هتعمله الحاجات دي كلها هتتلف معاك. ايه هو الخطأ؟ نركز الاول كده، شايف الاي سي ده؟ شايفه؟ طيب شايف الاي سي ده؟ اكيد شايفه. طيب لما نركز كويس برضو هنلاقي الاي سي ده جنب منه ملف، وده جنب منه ملف، وده جنب منه ملف. ولنفترض مثلا ان انا عندي الاي سي ده تالف، وعلشان اسهلها لك اكتر، الاي سي ده كان متفحم ضارب. كل المطلوب مني لو انا حتى مش لا افقه شيء في المجال، انا شفت الاي سي ضارب، معنى كده ان انا خلاص قدرت اقرر ان الاي سي ده تالف، ما هو متفحم ظاهر عليه علامة التلف. فكل اللي انا هعمله وهو اني هرفع الاي سي من على البوردة. خلاص احنا قدرنا نعرف ان احنا هنرفعه بالمعدات اللي تسمح برفع الاي سي من غير ما اضر اي حاجة جنبه. بس هل ده صحيح؟ لا مش صحيح. انت هترفع الاي سي بالهود، الجهاز المسؤول عن رفع العناصر الاس ام دي، العناصر السطحية، تمام؟ فبالتالي بمسكة الجفت وتسخين على الاي سي هيطلع معايا الاي سي بامان، وده كان دور الهوت انه يخرج لي الاي سي بدون ما افقد ارجله اللي هي الاطراف بتاعته، وبدون ما اضر اي عنصر الكتروني جنبه. بس اضر اي عنصر الكتروني بانهي معنى؟ بمعنى اني احرق العنصر نفسه؟ لا، ما ده حتميا هيحصل. هيحصل في مين؟ هيحصل اما في المكثف ده، اما في الملف ده. يعني العنصرين دول طول ما هم موجودين جنب الاي سي او جنب العنصر اللي حضرتك هترفعه بالهود لازم هيتضار. تعالى ابسطها لك. لما نلاحظ ان الاي سي اللي احنا هنغيره بيسخن جامد، او الاي سي في مشكله، جينا احنا رفعنا الاي سي وغيرناه بواحد غيره، يعني ركبنا واحد جديد، ظهرت معانا مشكله ان الاي سي بيسخن جامد تاني، في مشكله موجوده، يعني العطل اللي معانا ما تحلش، او بمعنى اخر ظهرت معانا حاجه جديده، زي ان الريسيفر قطع اشاره، زي ان الريسيفر بيسخن، زي ان الريسيفر بيرجع يفصل ويشتغل، يفصل ويشتغل، حاجات كتيره يعني. وهنا الملف الفرايت اللي حضرتك شايفه ده هو عباره عن ملف سلك نحاس، السلك ده معزول وملفوف عليه ماده عازله علشان تعزل الاطراف عن بعض. ما هو كده كده عباره عن ملف ليه طرفين، طرف موجود هنا وطرف موجود هنا، سهله يعني، بس كله نحاس. السلك بقى ده صديقي معزول، طبعا هو محطوط على قطعه فحم او كربون، مش مشكله، هو وظيفته تكبير الجهد. فلما حضرتك بتسخن على الاي سي كده كده درجه الحراره بتوصل لمين؟ بتوصل للملف، لانه هو مفيش بينه وبينه مسافه بعيده، قريب منه، فدرجه الحراره بتوصل للملف، فالملف كده بيتلف. بيتلف بمعنى ايه؟ بمعنى ان الماده العازله بتسيح من شده السخونه، وكده السلك بيلمس بعضه من الداخل، اصبح كده اكنك رفعت الملف ده وحطيت مكانه طرف سلك كده، عملت بريدج على اطرافه، وده ما ينفعش تماما، لان هو عكس الفيوز اللي ممكن ترفعه وتركب مكانه طرف سلك، لان الفيوز موجود للحمايه، انما الملف هنا دائما. طبعا احنا عارفين ان الملفات ليها وظائف عديده، وظائف كتيره جدا جدا، تمام، ولكن كل ملف بيكون ليه وظيفه معينه على حسب قدرته وعلى حسب طوله وحاجات كتير جدا كنا اتكلمنا فيها قبل كده. حلو قوي. طيب انا علشان اتفادى مشكله زي كده اعمل ايه؟ هجاوبك على السؤال ده، بس ركز معايا. ايه دخل المكثف او علاقته بالموضوع ده؟ ما هو بص يا صديقي، هبسط لك الموضوع. شايف ان هنا في ملف اهو، في ملف، هل جنب منه مكثفات؟ لا، يعني علشان ارفع الاي سي ده مفيش جنب منه غير الملف ده، فبالتالي المكثف الاقرب للملف او الاقرب بمعنى اصح للاي سي اللي انا هرفعه مفيش غير المكثف ده، فهو بعيد بقى. خلاص يبقى انا كده ماليش علاقه بالمكثفات، انا مشكلتي كلها مع مين؟ مع الاي سي. لكن لما اكون برفع الاي سي ده، فبالتالي انا متاكد بنسبه 90 او 95% ان المكون ده اللي هو المكثف الكيميائي ده والملف ده هيتلفوا معايا. احنا عرفنا الملف هيتلف ازاي، ايه السبب، وايضا برضو نسبة السخونة او درجة السخونة او درجة الحرارة اللي هتدخل للمكثف ده، وهو طبعا ما بيستحملش الكلام ده، هتبدأ تسيح المادة اللي من جوه، يعني المادة اللي بداخله هتبدأ تسيح،
وطبعا هيفقد القدرة بتاعته ومش هيدي لك أداء كويس. ودائما لما بنيجي نغير الـ IC الـ S8035 دايما بنغير معاه المكثف ده، ده مفيش كلام يعني معروفة. طيب هنا لم يعني أتفادى المشكلة دي إزاي؟ عندك كذا حل، يعني عندك حل، أنا طبعا هقولك الحلول دلوقتي وحضرتك تختار اللي رايح. عندك مثلا أنك تجيب العازل الألمونيوم ده، تمام؟ ده عبارة عن عازل ألمونيوم، بتبدأ تفصل القطعة دي وتبدأ تاخد من العازل الألمونيوم ده وتبدأ تحطه على الاي سي او على المكون اللي انت عاوز تحميه من درجة الحرارة. طيب هل هتحط طبقة واحدة؟ لا، هو على حسب سمك الألمونيوم اللي هتجيبه وعلى حسب السخونة او درجة السخونة اللي هتبدأ توجهها على الاي سي. طيب هل ده كافي ان هو يحمي الاي سي والمكثف؟ لا مش كافي. ليه؟ لان بيقابلك اي سيهات بتبقى عاوزة درجة حرارة عالية شوية وتصبر عليها كمان شوية لحد ما يطلع معاك ايه؟ ما يطلع معاك الاي سي بشكل صحيح، لانك لو استعجلت وشديت جامد طرف من الاطراف ده هيتقطع معاك. كده كده هتعمله بس لازم تحت الميكروسكوب وحوار بقى يا صديق. طيب هنا الحل فين؟ انا عن نفسي بعمل كده. بعمل ايه؟ برفع الملف ده بالراحة كده بالمكوى العادية وبرفع المكثف ده. في الطبيعي يعني نصيحة ليك، المكثف تغيره بواحد جديد كده كده هترفعه من على البورد، سواء كنت يعني ما عندكش غيره ومضطر انك ترجعه ماشي خلاص ارفعه قبل التسخين قبل ما تعمل اي حاجة، لكن الملف اهم حاجة، الملف لازم ترفعه من على البورد. طب تعال نشوف هنرفعه من على البورد ازاي. هنبدأ نحط قطعة أسدير هنا في الحتة دي في الطرف يعني ده، وقطعة أسدير في الطرف التاني ومنكترش يعني، وتبدأ تمسك الملف بالجفت اهو بالراحة وانت مسخن هنا وتلف لفة بسيطة كده مثلا عكس الناحية اللي انت بتسخن فيها كده، وترجع في الناحية التانية وتلف عكس، هيطلع معاك الاي سي بالشكل ده، ولا ضريت البوردة ولا ضريت الاي سي وما خدش درجة حرارة من المكوة دي زي درجة الحرارة اللي هياخدها من الهود. اهو يا صديق ده الملف اللي انا بكلمك عنه، شايف اهو النحاس هو عبارة عن سلك ملفوف اهو من الداخل، تمام؟ وابدأ اركن الملف على جنب، ونفس الكلام بعمله في مين؟ في المكثف، برفع المكثف وطبعا دي امرها سهل. وبعد ما بخلص وبنتهي من تركيب يعني رفع وتركيب الاي سي، لان الاي سي غالبا بنركبه بالهود واحيانا بنركبه من غير الهود، بس انا انصحك انك تركبه بالهود علشان القلب يعني الجزء اللي في النص ده يوصل للاي سي يعني يتوصل بمعنى اصح، تمام؟ بعد تركيب الاي سي بالشكل صحيح بنبدا نركب المكثف والملف، الملف اهو وبنبدا نركب المكثف. بكده المشكله بتاعتنا بتتحل وباسهل الطرق. يلا بقى يا صديقي اجري بسرعه، هات الريسيفر اللي انت غيرت له الاي سي اكتر من مره وما اشتغلش معاك، وغير المكثف والملف ودعيلي. يلا بقى استنوني في الفيديو اللي جاي، اشوفكم على خير، مع الف سلامه.